مداش وقريب السمامره الكره اللي تغزوي تغزوي يبحث من رجل تقريص الفريق تغزوي مراوغه تغزوي شالي من عرضيه فرصه راسيه جول 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 واخيرا عنده تشاباو يفك اكيد شفره دفاع وحارس مرمى الوداد اللاعب الذي كان فريق رادة اتلتيك السمامره يريد التغيير وقبل التغيير جاء التغيير من جانب عبدو اتشاباو الذي يرفع الحصيلة التهديفية بالنسبة لهذا المهاجم خمسة ديال الاهداف عبدو جميل اتشاباو يسجل خامس الاهداف بقميص فريق رادة اتلتيك السمامره يقلص الفريق العام كل عمل كان من امين تغزوي تفوق في الجهة اليمنى على اللاعب فريق الوداد من ابو الفتح ثم اعطى الكره عرضيه على طبق من دام تستغل براسيه من جانب الكابوني عبدو اتشاباو يقلص الفريق لفريق نادي اتلتيك الزمامره وتصبح الحاصله هدفين مقابل واحد. يخرج اذا اتشاباو مباشره بعد تسجيل الهدف وخادم الملعب.